زرعين صنف نايت فيردي من شركة سيمينس، مزروع بتاريخ 10/2/2023. جايين ناخذ فكرة عن الصنف ونسمع ملاحظات المهندسين عنه. الصنف الحبة بتاعته حلوة جدا، ناشفة بالنسبة للسوق، ما بتدبلش بسرعة، تضلعتها جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، حبة مستقيمة. اللمعة بتاعتها حلوة، وهذا مهم في التسويق. لا الصنف ما شاء الله يعني جميل جدا، وزي ما انتم شايفين التزهير بتاع الصنف قوي، الزهرة بتاعته قوية، بيدي حب منتظم، والانتاج بتاعه متتابع، يعني بيديك يوم بعد يوم بتفضل الانتاج عندك مستمر. ثمر متناسق بحيث ان تقدر تحصل عليه يوميا. والصنف تفريعه حلو، يعني تفريعه قوي، وتقدر بعد ما يوصل السلك، احنا بنسيب الفروع بعد ما يوصل السلك، فبالتالي هيزيد الانتاج كمان، لما اسيب كل الفروع هيبدا يزيد الانتاج معايا. الثمار ما شاء الله زي ما تفضلتوا، شكلها وحجمها وتضليعتها لمعتها ما شاء الله ممتازه. السلاميات بين العقده والعقده قريبه جدا، ما يعطي ازهار عدد اكبر. لغايه الان يعني في عمليه الرشم والمتابعه، احنا اكثر الامراض الحساسيه طبعا خصوصا الامراض الفطريه، يعني من ناحيه المقاومه تم رش البياض الزغبي، فكانت بالنسبه لنا هي توقف. توقف صنف يعتبر بالنسبه للاصناف الثانيه، خصوصا في اصناف ثانيه ما بتتقاوم الزغبي، خصوصا بقول لك ان الصنف يعتبر مفتوح. بناء عليه احنا بنقدر نقيس 100% ان هذا حقق لنا انتاج.